واه جد دراري معكم سهيل ومعكم عاوتاني في فلوغ اخر. اوكي من بعد الفلوغ الاخر اللي دويت فيه على الدوباج جبونس انني قلقت بزاف ديال انستغرام انفلونسرز وشي يوتيوبرز وكذا. وغير بغيت نقول لكم بانني صراحه جون I don't give a fuck. الرأي ديالي هو هذاك، الموقف ديالي ماشي حاجه ما غتبدلش، حاجه كنآمن بها وشي حاجه نتاكد منها مليار في المئه غنقولها وغنقول الرأي ديالي فيها. تقلق اللي بغيت تقلق، يتفرقع اللي بغيت تفرقع، ما سوقيش، ما كنعرفش النافق، ما كنعرفش الصبغ بنادم، كنعرف نقول اللي كاين. اوكي ولا اي بقى الحاجه عمر غتبدل فيه. دونك الناس اللي تقلقوا بغيت نقول لكم بانني أروقيف وما زال غنقلقكم ان شاء الله. anyway هذا ماشي الموضوع ديالنا، هو لي بري ورك اوت الدراري. بما ان كما قلت لكم الخير كيجي خير فاش كيجي في دقه. دابا دري اخر مره شفت عندي بري ورك اوت واحد زادو دخلوا دو مارك اخرين شادو والكورس، غنمشي نجيبهم وغندير لهم دري واحد التشالنج زوين وان شاء الله يطلع فلوغ بيرفكتو. anyway البارح الدريكس كنت كنضرب التصوير هادي، فاش كنبوز باش نتصور التصوير هادي لاقتها في داري واحد اللقطه بلاها خوكم كواسي درس انني لا بغيت والله لا بغيت نتحلى القدام كنحس بداري كيضرني ديال بصح كواسي بكل ما تحمل كلمه ما انا قدام ما قدرتش نتحنى. المهم فاش كنتصورت بوز التصوير هادي كان البرد وحيد تريكويا، وكنت فهاديك البروسيسينغ ديال انني كنت كناخذ ديك التصويره طلعت في داري ما عرفتش كيفاش. اون فوا سالي تصور داكشي لبست تريكويا بغيت نكمل لونطريمون تحنيت بغيت نهز برا كنهز كنحس بداري مفرقع ديال بصح. دونك البارح جات للدار درت شويه ستريتشينغ عاوتاني الصباح يلا وليت شويه بما دريت بليستور عندي مع التاريخ يعني عارف شنو المشكل عارف شنو المناطجها نقدر نتريني اليوم الكتاف بلا ما نلقى حتى شي مشكل. ولكن طبعا غنبدل شي حوايج في لونطريمون ديال الكتاف ديالي باش نحاول ما نلعقهاش. دونك دابا كنتسنى الدراري يجيو عندي ونمشيو نتحركو من بروتين الماروك نجيبو دوك جبري ورك اوت اللي بقاو ونزيدو مع هادو ونشرح لكم التشالنج اللي غنبدل. المهم الدراري جيت المحل وعاوتاني صدمني قالك حق الكورس باقي ما جاش. علاش ساعد دار لي بيب؟ علاش؟ قول لي علاش دار لي بيب؟ سولوك انت سولني انا كاع ما غادي. المهم الدراري كاين غير الشادو والبري ورك اوت الاخر اللي عندي في الدار. anyway دونك تشالنج بلاص ثلاث بري ورك اوت غنديرو غير جوج نتوما كتخرجوا لي البروغرام ديالي. قولي بحالك الله يخليك بالحق سمع لي كاين الدراري كاين لي شوا بزاف الو نوفي ناخذ هذا الدراري. البلاك التالي هو ان غنديروا ثلاثه لي ميكس، عندنا دو بري ورك اوت غنديروا ثلاثه لي ميكس. عمر ما غيعرفش لي ميكس اللي غندير في كل كاس حيت في الاخر خاصو يختار الياطوار الميكس اللي غيهز هو واحد لعيبه باش ما يعيقش. دابا هو شاف ليغو ديال البري ورك اوت اللي عندي هذا وهذا شاف ليغو ديالهم باش انا ما نخليهش يعيق ويعرف شنو هو بالضبط يعني باش ما يقيسيش باش ما يقدرش الا ميكس ضرب غير من لوغو غنخلطو كاع لي ميكس اللي غنديرو غنخلطوهم بالبساعه بالكو ديال البساعه باش انت باش ما نريضنيش. اوكي نقول لكم ميكس الاول ميكس الاول غيكون فيه الثاني غيكون فيه والثالث غيكون فيه. الاول الدراري غيكون فيه هذا البري ورك اوت مسل بام مع بساعه، الميكس الثاني غيكون فيه الشادو مع البساعه، والميكس الثالث غيكون فيه مسل بام الشادو والبساعه. المهم الا طاح في قصه المسل بومب والشادو بجوج شنو يوقع؟ دبرتي لا كدو معاك دبرتي لا. المهم دابا غنصوب لي ميكس الدراري انت غتمشي للبيطريه تسناني نصوبهم تمايا وغنعيط عليه يختار ميكس من لي ترو ميكس اللي غندير. اوكي باين يطيح فيه انا ما الله ما عرفت انا غنحطهم لك وانت ولكن شوف بلا ما تطلع عليهم من الفوق لا ما نطلع غنوريهم لك ثلاثه وغتقصد واحد فيهم وغتختار غتقدر غتقول لي غتقول لي إنا واحد نظرك ضربتي الا جبتي صحيح غتختار بري ورك اوت بدوك جوج وتاخذ صافي مزيانه مزيان جاز يلا سير خليني نصوب خالي بالرجوله عمر باغي يغشر هو كيتفرج فيا تما دونك اش غندير غنسد عليه الباب تهلا. بون دابا غنصوب لي ميكس الدراري ونعطيو لعمر يكثر لينا واحد انا بغيت يشوف فيا دوك هذا الميكس ديال هذا وهذا باش يتوضر ليهم. المهم بدا والله ما كثرت والله ما كثرت والله بلا ما تحل الباب غنضرب كلشي في الصدار. خلينا نقادو الامور ما تخافش عندك السبيطار اللي كان شي حاجه
المهم الدراري لي ميكس اما واجدين القادم ستشوفوا مليح ومن بعيد نقول ليه اختار واحد فيهم نعطيه ضربه ومن بعد نخليه يقدر ونشوفوا واش غيجيب الميكس صحيح اللي شرب ولا لا اوكي نبداو اوكي لي ميكس الدراري هما عمر راه شوف من تم تقرب شويه قرب شويه زيد 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 بارك 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 بركه رجع تختار واحد في هادو تشربو وانا غنخسر دوك جوج بقاو غنخسر منهم تشربو ومن بعد ندوز واحد الساعه قبل ما ترينيو غتقول لي في نظرك انا ميكس ضربتي اوكي دونك دابا اختار واحد رجع لا 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 من تما من تما غتفيزي في واحد هذاك الاولان هذا الاول هذا اوكي خذ اوكي هو اختار وانتم غتكونوا حتى تشوفوا الفيديو غتكون عرفت فين واحد خاد ما نقولهاش قدام دونك بقاو دو ميكس الدراري نختار انا منهم واحد انا عارف اش غداخد دونك غتبقى انت اللي بعرف اوكي هذا غناخد هذا ديال ويل اوف بيز هو اللي غنضرب وبنين ما عرفتش كيتسنى اش عندك اليوم هي مزيانة الصراحة الله شكون اختار لي الميكس مزيان الله انا عارف راسي كتختار اقود ميكس كتختار فهمتيني تحاول تلعب الاقود ميكس ماشي تلعب دابا انت لعبتي على فهمتيني اقل خطورة لا ما عندك فخاطر صح هاني اخويا المهم يجيو نشد بالبيطاسيا غير من البالبيطاسيا دوك نتقرب نجيب بري ورك لا دابا ما بغي ما نشربش بري ورك هذا مجدد هذا فيش 100 بلاك هذا اللي شاط غنديو مع شيكر وغادي نعطيو له شي واحد باش يموت باش يموت اللي جا فيه بسقيت شنو البرو من هاد لي بري ورك اوت جوج هنا واحد مجرب تاعي اللي مجرب هذا هز مجرب هذاك شادو ما مجربوش لا طب حط رجع هذاك رجع باش ما تعيطنيش دونك من واحد الساعه من ضرب لي في ديالو تقدر تعرف انت في هذا الكاس ديالك شنو وجهك تقدر اوكي تسنى واحد الساعه لا حاجه سميتك بعدا A few moments later بعد مرور 20 دقيقه نمشيو عند المتسابق ديالنا عمر نسولو عمر كيفاش كتحس شوكت نمل طالع والله واش عندك فكره على ديك النويره اللي ضربت عرفتها تسنى شنو ضربت الاولاني لا ما تجيش تقول بيش ضربتي فين بيش الاولاني عرفتي الا غلطتي شادو ضربك ثلاث شادو هذاك وبساعة المهم بغيت غير نقول لك بان الجواب ديالك صحيح ربحتي معنا شادو اخوياك انا عند كلمتي اخويا هاك ثانك يو مرسي ولكن راه يتيري كمان هاي تخيل كطلع عليا من بعيد كتشوف والله ما نجيب مشكل وي بصحة الشادو عطريني ليا مزيان اليوم ما دريت دخلت لدار عمر دغيا وبان لي عنده هاد الكرياتين هذا نورمالمون كنت قطعت الاستعمال ديال الكرياتين وكيما عارفين الكرياتين خاص تكون يعني كتستخدمو ديما ماشي تستخدمو اوكازيونيل ماشي بحال بري ورك اوت غيعطيك ليفي ديالو دغيا خاصك تكون ديما كتستعملو باش الله يبان لك ليفي ديالو بما انني انا كنت كناخذ بري ورك اوت في السيمانه الاخرى والبري ورك اوت اللي كناخذ كان فيه كرياتين دونك نقدر نستعمل هذا دابا ترونكيل حيت الكرياتين ديجا كيضرب في الدم داك البري ورك اوت اللي كنضرب صافي يلاه غناخذ ديك سكوبونس من هنا اخويا ممكن بصحه الا بغيتي تقول لا طبعا المهم طريقه الكينز باش تاخذ بري ورك اوت وكرياتين داكشي بحال هكا الله اش تحضر تحيت عندك هنا في غير 3 غرام البروغرام اللي كرياتين الاخرين كيكون 5 غرام يعني الافرج 3 غرام فهمتي كيفاش خرجوا اوكي اوكي واحد عمر تيقول لك واحد المثال الرجوله بحر والعوام القلاع خويا انا ما كنعرفش انت بالعوام القلاع ماشي العوام القلاع انت ماشي عوام اصلا سي رشيد ماشي مرحبا معنا البدايات ديالنا كتعض رشيد وحنا رجعنا عند عاوتاني المهم الدري داك الميكس اللي شارك كتشوف الدري ها هو شافو المهم اخويا ماشي انا غير مشغول هذاك الشيء اللي طرا
anyway دونك كما كما دري انا مكوانسي في الدار ديال بصح ما كنقدرش نتحرك قدام وعندي الكتف دونك اول حاجه غندير هي غنسخن نسخن بلاصه لومبير مزيان باش دابا البرد اكثر ما نصح نقدر نعطيكم الدري وهي سخن لومبير ديالك مزيان وسخن اون جينيرال مزيان عاد اجد على صالح ديالك دونك هادشي اللي غندير وعاد باش غنحاول ندير شي بروغرام ديال الكتف اللي ما غنلعقهاش فيه هنا اوكي دونك دابا
اوكي دري بغيت ندوف واحد السوجي قبل ما نسالي فلوق وبالنسبه لي سوجي مهم باش الناس اللي يلاه بادين ما بغيتكمش تطيحوا في واحد الغلط المهم بغيت تطيحوا في واحد لا سيتوياسيون كنت كنطيح فيها انا سيرتو وديما دري اغلبيه الحوايج كنبارطاج معكم انا كنبارطاجيهم بار اكسبيريونس دوزتها نبداو باكزومبل مثلا كيف ساليت انا كيف ساليت انا لاصال ضربت بروتين شيك كيف ساليت لاصال واش الا ما ضربتش بروتين شيك ساليت لاصال وتسنيت حتى طلعت للدار وصوبت الروب ديالي وقديتها وكلتها واش غتكون شي ديفيرونس في الديفلوبمون مسكولير في ريكوبيراسيون ديال المسكول ديالي من ديك لاسيونس درتي بار اكسبيريونس ما غتكونش ديفيرونس الصاط حيت بالنسبه لي انا اهم حاجه وهي نسبه البروتين اللي كتدخل في النهار ونسبه السعرات الحراريه الا كنتي كتكملها وكتدخل داكشي اللي خاصك في النهار وكتدخل داك الروب اللي خاصينك هاد لي ديتاي هادو ما غيبدلوش شي حاجه اوكي بار اكسبيريونس كيما قلت لكم انا كندوز شهرين في دبي شهرين ما كنقربش البروتين كاع ما كنقربش ليه ولكن كناكل مزيان كندخل 5 6 ليروبا في النهار ديالي ليروبا كامل بروتين كارب وكان ديفلوبمون ديالي لا فورس ديالي ما كتبدلش بتاتا دونك ما بغيتكمش الدراري تبقاو تستريسوا راسكم مع هاد اللعيبه يعني مثلا ما عندكش بروتين تبقى تقول لا وانا حقا ما غنديفلوباش كيما غنديفلوبا واحد عنده بروتين ولا مثلا يساليك البروتين تبقى ما عندكش ما ترينيش مزيان وتبقى داير في بالك لا ما عنديش بروتين شي حاجه ناقصاني حقا ما غنديفلوباش مزيان وراه كنخوي المفرم لا خذ اكزومبل مثلا ديال البناي مثلا عند شي بناي وغتلقى تبارك الله دراعو قدام كتدخل واش تلقى كيدير كياكل مزيان ماكله ديال الدار مثلا البطاط المرقه دوك الماكله تراديسيونال ديالنا يعني بدا كيعرف مزيان وغتلقى كيمشي كيخدم ودوك الميسكل اللي كيستعمل كتلقاهم كبروا اكثر حاجه بغيتكم تركزوا عليها الدراري وهي لونطريمون ديالكم في لاصال انا فهاد 8 شهور الاخر الدراري درتو وانتما كتشوفوا راه كندير فيديوهات كنحط التصاور كنحط كلشي اكبر ديفلوبمون مسكولير درتو في الكارير ديالي كامل هو في 8 شهور الاخر حيت فريمون كنت كنتريني ديال الصح الفيزيون ديالي والطريقه باش كنتريني تبدلات كامل سيرتو ملي بديت كنتريني مع نتريت مع ميشا فيت نتريت مع داك الدري طه المصري بنادم كيخليك تحل دي نيفو اخرين ديال لونطريمون الصاد كتخليك بز منك طلع نيفو ديال لونطريمون وتما فين كنديفلوبا ديال الصح دونك اللي بغيتكم ديروا الدري هو تاكد انك كتريني مزيان ديما دير في بالك بان ديما راه كاين نيفو احسن ديال لونطريمون داك النيفو اللي كتريني به وديما سير انت قلب على داك النيفو ديال لونطريمون حاول تطلع النيفو ديال لونطريمون ديالك او سير قاد لي روب ديالك وقسم مزيان وغتشوف ديفلوبمون الهربه ما تبقاش تابع عليه بنادم راه شوف الاغلبيه ديال دوك اللي كتلقاهم كيركزوا على ديتاي ديال ولا خاصك تفيق مع 7 الصباح ولا خاصك تضرب الجلوتامين خاصك تضرب دوك الاسماء اللي كيبقاو يقولوا كتلقى غالبا هو داك النوع اللي تاج الدوباج باش يطلع فورما كتلقى غالبا هو داك النوع اللي ما قدرش وما تيقش فراسو باش انه يقدر يطلع فورما ناتوريل ويدمر عليها ويطلع ويوصل نيفو مزيان ناتوريل ومشى تاج الدوباج كتلقاهم هما دوك اللي بقاو كيركزوا على لي تيطاك وكيبقاو يعلموا عليك باش يبانوا عميقين وعارفين في الدومين انا الحمد لله بار اكسبيريونس الدري عرفت بان هاد الدومين شبعان كدابه وشبعان منافقين دونك الدري ما بغيتكمش تبقاو تستريسوا ما بغيتش تبقاو تستريسوا مع لي ديتاي نصيحه من عندي اهم حاجه ركز عليها قاد لي روب ديالك مزيان قاد ماكلات ديالك عرف شحال خاصك ديال البروتين في النهار شحال خاصك ديال نسبه السعرات الحراريه دخلهم تريني مزيان تريني في لاصال بحالها اخر حصه عندك في لونطريمون هي هذيك وصبر واحد شهرين 3 شهور وشوف ديفلوبمون اللي غتوصل ليه الصاط راه غتصدم في راسك الصاط بلا داك العلم اللي كيبدا يعلم عليك كيبداو يعلموا عليك شي وحدين راه كنشوف شي فيديوهات بارازا بارفو والله حتى فهمتيني كيبقى فيه الحال لان كتلقى بنادم كيمشي يتكلف وشحال من حاجه باش يركز في لي ديتاي وكيخلي المهم هو الاول دونك نصيحه من عندي الدراري ركز اخويا في البازيك قسي مزيان دخلي روب ديالك مزيان تريني ديال بصح وحاول تاكد انك كتنعس دوك 7 8 السوايع اللي غير اللي لو كور ديالك كل ميسكول ديالك غير ريكيبيرو وغي ديرو ديفلوبمون ميسكولير ديالك دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم الدراري هادوك العلماء ديال الدومين غيسطيوكم اقسم بالله لا غيسطيوكم غتبعوهم ما غاديروا حتى وزه حيت بنادم اللي كيبقى يعطيك لي ديطاي وكيبقى يعلم لك بزاف كيكرهك في شي دومين اوكي دونك هذا ما كان الدراري كنتمنى يعجبكم فلوغ الا عجبكم كما عرفتي غديروا جيم كومونتير ابونا وما كاين غير الكينز اخويا الكينز نشوفكم ان شاء الله فلوغ جديد الله